كمان هذه المباراة هتبقى عامل فني وبدني انك تجهز اللعيبة لمباراة القمة. ان شاء الله هذه المباراة هتكون بكرة، سبورتنج بكرة في اسكندرية ان شاء الله الخميس. يوم الجمعة موعدنا بقى مع مباراة القمة، اهل وزمالك في دوري كرة اليد. هذه المباراة هتقام على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 اكتوبر. والاهلي والزمالك متساويين في عدد النقاط في صدارة جدول الدوري، وبالتالي من هنا هتكون المباراة وفيها تنافس ومباراة صعبة جدا على الفريقين. كمان في كلام بيتقال بالنسبة لهذه المباراة والاجتماع التنسيقي للماتش بالنسبة للمرحلة الجاية. هنخرج لهذا التقرير نشوف تفاصيل أكتر عن المرحلة الجاية لفريق كرة اليد. سبورتنج الزمالك مباراتين هامتين جدا لفريق كرة اليد وتحدي في هذا الموسم بالنسبة للعبة كرة اليد. نخرج لهذا التقرير ثم نواصل الحديث بعد هذا التقرير. اتفقنا على الآلية اللي هيتم السماح للجمهور بالدخول والأعداد. تم الاتفاق على 75 فرد لكل نادي، شاملين أعضاء مجلس الإدارة والإعلاميين وكل شيء، يعني 75 شاملين كل الأعضاء بمجلس الإدارة بالصحفيين بالمصورين. وعلينا أن احنا بإذن الله هنسلم الكشوفات النهاردة بإذن الله، سواء النادي الزمالك أو النادي الأهلي، والتفاصيل الباقية كلها يعني الحاجات التنظيمية يعني بتاعة المباراة. بس اللي يعني اللي الناس مستنياه هو المباراة بجمهور أو بدون جمهور والأعداد قد إيه. فبحب أقول إن الاتفاق تم، كان الأول الخطاب إن في 75 واتفق الناديين إن زيادة العدد ل 75، ويعني تحديد إن أعضاء النادي هيبقوا هم المسموح ليهم بالدخول أو حاملي بطاقات الاتحاد. هتكلم على إن أنا لعبنا سموحة في اسكندرية، لعبنا الأولمبي في اسكندرية، لعبنا سبورتنج في اسكندرية، فالقرعة وفي نفس الوقت في ترتيب الأداء المباريات يعتبر أقوى المباريات. سبورتنج هنلعبه يوم الخميس، يعني الفريق يلعب الخميس ويوصل القاهرة مثلا في حدود 10 أو 11 بالليل عشان يلعب تاني يوم ماتش الزمالك يوم الجمعة. ولكن يعني اللعيبة بإذن الله تكون على المسؤولية هي والجهاز الفني. اجتماع أمني إداري بيخص النواحي الإدارية من دخول اللاعبين وأولاء الأمور وحاملي بطاقات النادي الأهلي وكيفية الدخول بالتنسيق مع الأمن والمنسق العام للمباراة. كان في من عضو رئيس لجنة المسابقات كابتن عمرو فتحي، اجتمع مع مندوبي الأهلي والزمالك وشفنا طلباتنا ايه وبالنسبة مين اللي هيصور مين اللي هيخش الأعداد. توصلنا إلى عدد 75 واحد من أهالي الفرقتين. هيبقى الدخول اعتقد ان الامن بيوضح ان هيعملوا بوابات من على طريق الواحات، كلها مواضيع امنيه يعني تنسيق البطايق، رقم البطاقه بتاعت الاعضاء عشان الامن. احنا عندنا ماتش مهم جدا يوم الخميس مع سبورتنج، ماتش مهم، فانك تلعب سبورتنج في اسكندريه وترجع تاني 6 اكتوبر فبرضه عمليه شاقه. انما يعني لو في اصابات بنحاول على قد ما نقدر نلمها، استعاده الاستشفاء بتاع ممدوح طه بتاع يوسف معرف، شويه شد عضلي لاحد اللاعبين، حاجات اللي هي الخفيفه. ان شاء الله ربنا يعدي ماتش سبورتنج على خير ونبقى جاهزين لمباراة الزمالك ان شاء الله. في مباراة الاهلي والزمالك في الدور الاول يوم 29 اللي هو الجمعة القادم ان شاء الله. كان النهارده في اجتماع تنسيقي بين مسؤولين نادي الاهلي ومسؤولين نادي الزمالك وبين كابتن عمرو فتحي اللي هو مسؤول مجلس الاداره من قبل المسابقات، وبالتشريفي انا طبعا مع الناس الكوكبه الجميله ديت. وتم الاتفاق ان يكون المباراه كانت الاول كان الاتفاق على 50 فرد، الاتفاق وصل ل 75 فرد، 75 فرد شاملين اعضاء مجلس الاداره من الناديين والاعلاميين وكل شيء غير اللاعبين بالنسبه للدرجه الاولى وبالنسبه للمرتبط وجهازهم الفني. وان شاء الله نتمنى ان المباراه طبعا تقوم بشكل جميل و
بشكل يليق بشكل كرة اليد في الوقت الحاضر اللي احنا فيه والنهضة اللي احنا موجودين فيها ان شاء الرحمن، وتكون مباراة كريمة بإذن الله علينا. هو طبعا هيبقى فيهم أعضاء مجلس الإدارة وهيبقى فيهم طبعا أولياء الأمور الخاصين بالأولاد الموجودين أو زوجات لعيب الدرجة الأولى، دول اللي بيعتبروا 75 شاملين اللي هيبقوا موجودين جوه المدرجات. لكن اللي مش محسوبين طبعا اللاعبين بتوع الفرقتين والجهاز الفني بتاعهم. اكيد الاهلي والزمالك هيكونوا من احسن 8 انديه هيلعبوا على مسابقه الدوري العام ان شاء الله، بس هي طبعا احنا بنعتبرها مباراه قمه، يعني هي مش هتفرق معانا في الترتيب او مش في الترتيب قد ما هي مباراه قمه. طبعا حضرتك انت عارف مباراه الاهلي والزمالك في جميع الالعاب الرياضيه هي مباراه قمه، فاحنا يهمنا ان المباراه تخرج بشكل لائق وشكل جميل، لان احنا طبعا زي ما انت حضرتك عارف عندنا بطوله افريقيا المؤهله للاولمبيات في شهر 1 ان شاء الله، وان شاء الله عندنا اولمبيات وعندنا كاس عالم، ولعيبه الفرقتين دول هم يعتبروا القوام الاساسي لمنتخب مصر. فطبعا اللعيبه دي بين اي يعني هم اخوه بينهم وبين بعض، فاكيد طبعا المباراه دي هتكون ليها عامل نفسي بالنسبه لهم، لان هيبقى طبعا موجود مدرب المنتخب هيبقى حاضر طبعا يتفرج عليهم، فطبعا هي اكيد طبعا هيكون ليها يعني تبعيه للمراكز بالاول للثامن، لان طبعا اذا كان الزمالك كسب او الاهلي كسب طبعا بتدي له دفعه ان هو بيبدا الترتيب من الاول للثامن بروح معنويه عاليه.